إن ربك، نرجع، هو أعلم. إذن هو مش يعني مفاضلة، هو اسم تفضيل بس هو يعني أنت بتعطي العلم، العلم المطلق إله. إن ربك هو أعلم من لحظة الآن بدي أضع كأني نقطتين، دققوا مشان أفصل. إن ربك الآن أجل معنا، إن ربك هو أعلم، طيب، من يضل عن سبيله، يعني ومن لا يضل. ولكن لحظة، إن ربك هو أعلم، أعلم إيش؟ دققوا، أعلم إيش؟ من يضل عن سبيله ومن لا يضل. بس هو سبحانه وتعالى مش هيك بده يقول لنا، أعلم من يضل عن سبيله، إذن وهو أعلم بالمهتدين. إذا قال بالمهتدين، لو قال إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ومن يهتدي، كان فقط بده يخبرك إنه هو بيعلم الذي يضل، والفعل المضارع بدل على الاستمرار، ويعلم الذي يهتدي بس. إذن العلم مقتصر على من يضل ومن يهتدي، تمام؟ تمام. لكن هو مش هيك، إن ربك هو أعلم، هو أعلم، أعلم إيش؟ من يضل عن سبيله، ولكن فيما يتعلق بالهداية شو قال؟ وهو أعلم بالمهتدين. هون بالمهتدين هو يعلم مش إنه اهتدوا بس، بكل تفصيلات المهتدين، فرد فرد ودرجات الاهتداء والتفاصيل كلها. إذن هنا لما قال وهو أعلم بالمهتدين بأحوالهم، يعني مش إنهم اهتدوا بس. انتبهتوا إيش الفرق في الباء؟ إذن أعلى إن ربك هو أعلم، إذن هنا أعلم مش هو اسم تفضيل، بس المقصود هو إن الله سبحانه هو الأعلم. إن ربك هو أعلم، أعلم من يضل. هون في من يضل بده يقول لك هو يعلم الذي يضل، ولكن لما تكلم عن المهتدي لا، وهو أعلم بالمهتدين، يعني بمن اهتدى وتفصيلات اهتدائهم وكل صغيرة وكبيرة في مسألة الهداية. اهتم بالمهتدين هون ايش؟ أكثر. اهتم بالمهتدين أكثر وعلى ضوء درجاتهم. إذن هو عرفنا الفرق الآن لما أضيفت الباء. إذن لما قال في آية ثانية إن ربك هو أعلم بمن ضل، هناك هو مش بس بيعرف إنه ضل، وبيعرف في كل أحوال ضلاله وحالاته ودرجاته والتفاصيل كلها. لما قال إن ربك هو أعلم بمن ضل، إذن في فرق بين إن ربك أعلم بمن يضل وإن ربك أعلم من يضل، ولا ما فيش؟ فيه من يضل يعني بس الضلال، بمن يضل بكل التفاصيل. فبالتالي ما نقعدش نقول في باء محذوفة ونجيبها من عندنا، تمام؟ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شوفوا العجب الآن، شوفوا العجب الآن. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إيش؟ أول شيء سورة الأنعام، هاي أول شيء سورة الأنعام، هذه سورة الأنعام. فعجيبة هاي الدخلة بهالشكل، هاي ما كنتوا تتوقعوا تكون تكملة الآيات هيك. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إذا مؤمنين كلوا مما ذكر اسم الله عليه. هو الأصل على فكرة، إذا بتلاحظوا المسلم في كل حياته، في كل حياته بسم الله، في كله مش دائما بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا هون فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هون واضح مقصود الذبائح، لكن هي قضية بسم الله مش هاي الأصل فيها في حياتك كلها. تخرج من البيت بدك توكل، بدك اي شيء تبتدئ فيه، مش هيك؟
بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إذن هذا على فكرة اعتراف من المسلم بيقين كل شيء في حياتي هو بسم الله. هو الطغاة بدهم إياكم يكون كل شيء في حياتكم باسم الطاغية وباسم الشيطان وباسم إبليس. إبليس هذا اللي عنده خبرات التاريخ كلها وقديش بيعلم وبيخرج من الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، ما هم شيك، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، تمام. المعركة هي معركة بين اثنين معسكرين، يا ما معسكر بسم الله، يعني كل حياتي أنا باسم مين؟ بسم الله، كل حياتي بسم الله، وبين ما اللي حياتهم كلها باسم إبليس، وتحت إبليس هاي بتيجي الطغاة والأصنام وتفاصيل وهالتفاصيل كلها، وخذ باسم إيش عادي. فالعزة، العزة الحقيقية إنه المسلم هو الوحيد، المسلم حقيقة هو الوحيد اللي يسير في هذه الحياة بسم الله. ولذلك دائما بتسأل، بتجدوه بيسأل، يجوز ولا لا يجوز؟ إيش الحكم في القضية الفلانية؟ إيش الحكم في العقد الفلاني؟ إيش كذا إيش كذا إيش كذا إيش كذا؟ كله بسم الله. في الجاهلية كان الشيطان وشياطين الإنس والجن دخلوا وحلوا وحرموا، واللي بيحلوا بيحرم مين؟ اللي بيحل بيحرم مين؟ الله. اللي بيشرع مين؟ الله. طب وإذا الله فوض لي أشرع؟ ما هو الله ممكن يفوض لك تشرع. نعم، إذا فوض لي معناته حتى وأنا بشرع، لأنه هو اللي فوض، هو اللي أجاز لي، يعني بقدر أشرع مثلا قوانين تتعلق بالمواصلات، بقدر لأنه قال لي هاي إلك. طيب أشرع قوانين للصيدلة وكيف يبيعوا الدواء وما يبيعوش بشرع. طب والتشريع فيما يتعلق بالإدارات، تشريع إداري مثلا، بعض القوانين التجارية والبحرية وتفاصيل، ماشي الى اخره. في مساحات ترك لك انت فيها، قال لك انت هاي، خصوصا في شيء اسمه المصالح المرسله، وفي هناك ضوابط لشيء اسمه مصالح مرسله، يعني المصالح التي ترك الدين فيها للناس ان يقدروا اين تقع المصلحه، مين الناس اللي بدهم يقدروا، مين الناس، هذا بيها تفاصيل الان. ضوابط المصلحه هاي العلماء فصلوا فيها، تمام، مش موضوعنا. انه لانه انا قلت هذا الكلام لانه بعض الناس كان قال لك فيش عندنا احنا سلطة تشريعية، احنا انت مسلم فيش عندك سلطة تشريعية، كيف؟ ما هو الله اباح لك تشرع. ليش هم الفقهاء لما اختلفوا مش كان بنظرتهم وكان لهم سلطة تشريعية بالنظر في النص؟ طب واذا ما فيش نص؟ قال بيقيسوا. طب ما هو هم بيقيسوا هم، واختلفوا برضو في موضوع القياس، منهم من اعترف بالقياس منهم من لا يعترف. طيب وغيره، طب في قضايا تركها الدين لك وما تدخلش فيها مشان انت تشرع فيها، بصير اشرع ولا ما بشرعش؟ ولا يكون هذا الضوء اللي بيضوي وبيطفي احمر وابيض، احمر واصفر واخضر، هذا بده يتدخل الدين فيه ثلاث الوان يعني، خليها لونين يعني الدين ولا اربعه الى اخره. وين اي طريقه اللي نحط فيها يعني هذه الاشاره الضوئيه، وين في اي طريقه نحط؟ ونحط ولا ما نحطش احنا؟ امبارح بقينا نقدر نمر واليوم حطتوا لنا بطلنا نقدر، خالفتوا لنا اليوم. طب امبارح مرقنا وما خالفتوناش، بقول لك يا اخوي امبارح ما كناش مشرعين مشينا لك اياها، اليوم احنا شرعنا، يجوز لهم يشرعوا؟ يجوز. اذا شو السلطه التشريعيه للبشر فيه؟ مين حددها؟ الدين. منين مستمده؟ من الدين. في النهايه مين المشرع؟ الله هو المشرع. حتى لما بقول لك ماشي، حتى لما بقول لك ماشي هو اللي يقول لك ماشي. ولذلك اوسع مجال في الدين بتلاحظوا مباحات، والقاعده عند العلماء ايش القاعده في قضيه المباحات؟ الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص،
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، لأنه أوسع المجالات المباحات، أوسع المجالات المباحات، تمام؟ ما لم يرد نص، هاي النص إذن بقيدك، في نص ماشي؟ ما لم، طبعا شو معنات أشياء؟ إيش أشياء؟ وفي ناس فرقوا على فكرة، وهذا تفريق ما إله أي وجه صحيح، في ناس فرقوا قال بين الأشياء والأعمال والأفعال، الأفعال لا، هون الأشياء المقصود فيها بدخل المادة، بدخل الأفعال والأقوال والعقود وكل شيء وكل شيء. لا بتقول لي طب ما هو الدين اشترط، أيوة هاي النص، فالأصل في الأشياء الإباحة هاي قاعدة، فلذلك مش يقول لك اثبت انه مباح، كله اثبت انه حرام، اثبت انه مكروه، مش يقول لك اثبت انه مباح، لا، لأنه المباح له طريقين، إما أن يثبت بالنص أنه مباح أو أنه ما لا 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 لم 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 يحرم ولم يكره أو لم يفرض أو لم يعتبر سنة، تمام؟ ما فيش منه هذا، خلاص مباح. طب بنص الدين على المباح، بنص على المباح، فهي قاعدة نفهمها. إذن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، وفي نصوص بترد في الإباحة وبصيروا الناس بدهم يقولوا لا لا نص صحيح، نص الدين على الإباحة بالنص، ولكن احنا شايفين انه ايش انتوا شايفين ايش ولذلك جايكم هم في بعض البلاد في الامور اللي نص عليها القرآن في الإباحة بدهم يصيروا يقيدوها، تمام، او يمنعوها، تمام. هون اذا ايش اللي جاب موضوع الاصل في الاشياء الإباحة في النص هون اللي منفسر فيه؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إذا أنتم مؤمنين، لأنه كانوا في الجاهلية مخترعين لهم أمور تتعلق بالحلال والحرام، وخصوصا في الأنعام، هذه الأنعام اللي خلقها الله خصيصا للبشر وسخرها للبشر، وانظروا الآن فائدتها للبشر لا تعد ولا تحصى من دون كل الحيوانات، تمام؟ شوفوا شو ممكن فيها صناعات، وقديش بتفيد في الأكل والشرب وتفاصيل والتغذية وغيره، وشو بنستفيد صناعات وغيره التجارات وغيرها الأنعام، وقيسوها بأي حيوانات ثانية ومذللة وكل شيء تمام، أو سبق بحثنا فيها. تصوروا تدخلوا كيف الشيطان بيبدأ يتدخل في التحليل، هذا حلال وهذا حرام، لا قالكم تردوا، طالما بسم الله افهموها، طالما بسم الله كل، بديش تروحوا فيها هاي، بس موضوع بسم الله وانت تذبح، لا هاي الان اوسع من هيك انك تقول بسم الله، لانك ممكن تنسى ما تقولش ماشي حتى، بس اهم من هذا كله انتبهوا، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بسم الله ماشي، فكل شيء بسم الله في مقابلة باسم البليس وباسم الشيطان وباسم الطغاة، هذول اللي بيحاولوا يشرعوا، ولذلك من يشرع في مواجهة الدين